أعلنت الصين أنها ستوفر 2 مليار جرعة من لقاحات كوفيد 19 للعالم، وستقدم 100 مليون دولار لبرنامج كوفاكس العالمي خلال هذا العام. وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن هذا المبلغ سيخصص لتوزيع اللقاحات في الدول النامية، مضيفا أن الصين ستفعل ما بوسعها لمساعدة الدول النامية في التغلب على الجائحة. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تعهد الصين بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات للدول النامية لمكافحة كوفيد 19 خلال اجتماع طارئ عبر الإنترنت لرؤساء دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك.